السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هدية الحساني مدربة معتمدة من مركز صحتي. إن شاء الله بكون معكم في دورة المجارحة والخياطة. الدورة هذه سميناها بالسيرجيكال سكيلز، المهارات الجراحية. بنتعرف مع بعض على محاور هذه الدورة. أنواع الجروح وكيفية تنظيفها ومجارحتها. الخيوط الجراحية أنواعها وكيفية التعامل معها. أنواع خياطة الجروح وتطبيقاتها. كيفية عمل تخدير موضعي قبل الخياطة. كيفية عمل الخياطة التجميلية وتطبيقاتها. هذه المحاور اللي إن شاء الله بناخذها في هذه الدورة. في البداية لما نتكلم عن جروح ومجارحة، إحنا بنتكلم عن الجلد، فخلونا نتعرف على الجلد. The skin is the largest organ of the body, making up 16% of the body weight. الجلد بيشكل نسبة كبيرة من وزن الجسم، بيشكل 16% من وزن الجسم. الجلد بيتكون من طبقات، فكم طبقة برأيكم بيتكون منها الجلد؟ هل طبقة أو طبقتين أو أربع؟ خلونا نشوف كم طبقات الجلد. Skin structure، تركيب الجلد. عندنا أول طبقة اسمها طبقة الإبيدرمس، البشرة، والدرمس، الأدمة، سبكوتينوس، تحت الجلد. البشرة لها عدة وظائف. واحدة من الوظائف اللي بتقوم بها طبقة البشرة الإبيدرمس اللي هو ووتر بروف، مقاومة للماء نسبيا. كمان بتعمل لنا نوع من الحماية، فبتعمل prevent most bacteria, viruses and other foreign substances from entering the body، بتحمينا من دخول البكتيريا والفيروسات ومختلف المواد الغريبة من الدخول إلى الجسم. أيضا بتنتج صبغة الميلانين، produce the pigment melanin that gives human skin, hair and eyes their colors. بتنتج صبغة الميلانين اللي بتعطينا اللون للسكن، الجلد، وللهير، الشعر، وللآيز، العينين. هذه بالنسبة للبشرة. الأدمة تعتبر ثاني طبقة من طبقات الجلد، فيها النيرف اندينجز. النيرف اندينجز هذه اللي هي النهايات العصبية اللي هي مسؤولة عن الإحساس، sense pain, touch, pressure and temperature، مسؤولة عن الألم والإحساس أو اللمس والبريجر اللي هي الضغط والتمبرتشر، درجة الحرارة، أو مسؤولة عن الحرارة. فلما شخص بينجرح ويكون الجرح سطحي بيكون مؤلم جدا. ليش؟ لأنها في منطقة الجلد اللي هي غنية بالأعصاب واللي هي مسؤولة عن الإحساس. ثاني شيء عندنا اللي هو السويت جلانز، الغدد العرقية. الغدد العرقية produce sweat in response to heat and stress، اللي هي مسؤولة عن إفراز العرق كردة فعل للحرارة أو للجهد أو للضغوط، فبتنتج لنا العرق. كمان عندنا السباشيوس جلاند، الغدد الدهنية. هذه الغدد بتفرز لنا الأويلز، الدهون اللي بتعمل لنا وبتحافظ لنا على المويست، رطوبة وسوفت، نعومة الجلد. كمان في الهير فوليكلز اللي هي بصيلات الشعر. بصيلات الشعر produce various types of hair found throughout the body، تنتج لنا مختلف أنواع الشعر أو مسؤولة عن مختلف أنواع الشعر الموجود في الجسم. معانا الطبقة الأخيرة اللي نسميها السبكوتينوس، تحت الجلد، أو بنسميها بالطبقة الدهنية. هذه الطبقة بتكون مسؤولة عن عزل الجسم عن الحرارة والبرودة، بتعمل لنا برضو نوع من أنواع الحماية. هذا بالنسبة للسكن ستراكشر، مكونات الجلد. بنعمل كده مراجعة لوظائف الجلد بشكل سريع. skin function، وظائف الجلد. عندنا أول وظيفة البروتكشن، الحماية، السكريشن، الإفراز، السنسيشن، الإحساس، الهيت ريجولوشن، تنظيم درجة الحرارة، الإكسكريشن، الإخراج. مثال عليها أن بعض الأدوية بيتم خروجها من الجسم عن طريق الجلد، فبتفرز عن طريق تعرق، ممكن نتعرق فبيخرج بعض الأدوية عن طريقها. كمان الأبزوربشن مسؤولة عن الامتصاص، فبعض الأدوية كمان بتوضع موضعيا على الجلد وبيتم امتصاصها، فواحدة من وظائف الجلد الامتصاص. كمان واحدة من وظائف الجلد اللي هو الفيتامين برودكشن، انتاج الفيتامينات. احنا كنا دائما نسمع انه لازم نخرج الطفل في الشمس من الساعة 8 للساعة 10 للساعة 11 الصباح علشان عظامه،
هنا الحكاية إنه أشعة الشمس لما بتسقط على الجلد بيتم تحويل فيتامين دي من الشكل ال N active الغير الفعال إلى الشكل ال active الفعال، وفيتامين دي زي ما احنا عارفين مفيد لصحة العظام، فعلشان كذا واحدة من وظائف الجلد بتعتبر الفيتامين production. هذا بالنسبة للسكن فانكشن. طيب احنا بنتكلم عن الجروح، فلازم نعرف ايش اسباب الجروح. Wounds can be الجروح ممكن تكون بسبب accidental حوادث، for example burns, abrasion and skin tears. مثال عليها لما شخص بيسقط من مكان أو بينجرح أو بيتعرض لطلق ناري أو لجرح طعني أو قطعي أو وخزي، هذه كلها بتندرج تحت الـ accidental الحوادث. فأول سبب accidental حوادث. ثاني سبب عندنا اللي هو surgical جراحي، example an incision to remove a diseased appendix. مثال عليها لما أنا أفتح عملية جراحية، عملية زايدة، عملية مرارة، أي عملية بسويها هنا بيحصل عندي إنه أنا بفتح جرح وبتعامل معاه كجرح وبيتم تطهيره وبيتم مجارحته، فثاني سبب يعتبر سيرجيكال جراحي. ثالث سبب عندنا اللي هو مرضي، ديزيز، فور اكزامبل مثال عليها الديابتيك فوت ألسر أند الفاسكولار ألسر، اللي هو تقرحات القدم السكري والتقرحات الأوعية الدموية، عبارة عن جروح تكونت بسبب إنه في مرض، مثل مرضى السكر بتحصل عندهم كمضاعفات القدم السكري، مثلا الناس اللي عندهم مشاكل أو أمراض في الأوعية الدموية فبيحصل عندهم تقرحات الأوعية الدموية، وبناخذها إن شاء الله أثناء شرحنا للمحاضرات القادمة. أيضا رابع سبب عندنا اللي هو السكن كونديشن، حالة الجلد، may also develop into a wound for example eczema and cirrhosis. مثال على حالة الجلد السكن كونديشن عندنا المرضين مثل مرض الإكزيما ومرض السيروسز الصدفية. احنا نعرف انه ايام الشتاء كمان بيحصل عندنا جفاف في الجلد، وهذا الجفاف ممكن يؤدي لنا الى جروح، فالجروح هذه بتكون سببها السكن كونديشن حالة الجلد. طبعا الإكزيما والصدفية عبارة عن أمراض جلدية بيحصل فيها جفاف في الجلد، بتكون عنده قشور في الجلد وبتتحول أوقات إلى جروح. هي أمراض ممكن يكون سببها الطقس، ممكن يكون سببها الضغوطات النفسية، وأحياناً بيكون سببها وراثي. إذن بدنا أول سبب الأكسيدنتال الحوادث، السيرجيكال عملية جراحية، الديزيز الأمراض، والسكن كونديشن حالة الجلد. بنتعرف على أدوات المجارحة علشان إحنا بناخذ بعض الأمراض وبنعرف كيف بيتم مجارحتها. نتعرف على الأدوات علشان لما نجي نتكلم عليها فيما بعد نكون عارفين إيش الأدوات اللي بنستخدمها. فبناخذ الجنرال سيرجيكال انسترومنت، أدوات المجارحة العامة. أول شيء عندنا زي ما شايفين في الصورة الستيرايل غاز، الشاش المعقم. الشاش المعقم هنا بستخدمه لما اجي انظف الجرح، بحتاج اني مثلا اجفف الدم الموجود لو في مثلا دم او نزيف عشان اجفف الافرازات الموجودة، فبحتاج استيرايل غاز شاش معقم. علشان انظف الجرح كمان بحتاج استيرايل غاز شاش معقم. اوقات استخدمه علشان اعمل مثلا حشو للجرح وبناخذها في المحاضرات القادمة، اوقات استخدمه بدل الضمادة اذا ما عنديش ضمادة علشان اغطي على الجرح فبستخدم استيرايل غاز. هذا بالنسبة للاستيرايل غاز الشاش المعقم. كمان عندنا الاسترايل اند الكلين جلافز، اللي هو الجلافز المعقم او النظيف. الجلافز النظيف بستخدمه لما اجي مثلا اشيل غيار من على جرح، لما مثلا ما بسويش يعني جراحة، ما بجارحش الجرح او ما بخيطش في الجرح، لانه في الخياطة والمجارحة لازم يكون الجلافز استيرايل معقم، فاكيد اني اثناء المجارحة بحتاج استيرايل اند كلين جلافز. ايضا من ادوات المجارحه معانا النايف هاندل اند البليدز، اللي هو المشرط، له احجام مختلفه وبنتكلم عليه ان شاء الله لما ناخذ الابسس اللي هو خراج الجلد، بنتكلم على النايف وبنتكلم على الحجم المناسب في هذه الحاله. كمان عندنا البنس او الفورسبس اللي هو الملقاط، عباره عن ملقاط بمسك فيه الجلد، ممكن كمان احيانا امسك فيه الشاش. في منه نوعين، في توثد اللي يجي مسنن فيه أسنان، وفي نن توثد الغير المسنن. الاستخدام هو نفس الاستخدام عشان أمسك فيه الجلد وممكن أمسك فيه الشاش. من أدوات المجارحة أيضا
السيزر المقص، والسيزر هنا بستخدمه علشان أقص شاش، علشان أشيل أجزاء ميتة من الجرح، عشان أقص البلاستر اللصقة. الكيرفد هيموستات عبارة عن أداة شكلها شبيه بالمقص وشبيه بالنيدل هولدر بحامل الإبرة، بيكون منحنية من الأمام زي ما احنا شايفين، وهذه أوقات بستخدمها علشان أمسك فيها الشرايين النازفة فأمنع حدوث نزيف أو أوقف النزيف مؤقتا عبال ما أسوي جراحة أو أسوي خياطة للمنطقة. كمان أحيانا بستخدمها عشان أفتح الجرح وأوسع الجرح عشان أقدر أنظف الجرح بشكل كويس. كمان من الأدوات اللي أنا ممكن أستخدمها الليدوكاين. الليدوكاين المخدر الموضعي، وهذا المخدر أنا بستخدمه مش لما أعمل مجارحة في الجروح العادية البسيطة، لا بستخدمه لما أنا أفتح جرح، زي لما بنفتح الأبسس خراج الجلد، وزي لما أنا بجي أخيط قبل الخياطة، هنا بستخدم ليدوكاين. الأنتيسبتيك سولوشنز اللي هي المحاليل المطهرة، معانا عدة محاليل مطهرة بنتعرف عليها الآن مع بعض. أول محلول معانا اللي هو عبارة عن النورمال سالاين، المحلول الملحي. المحلول الملحي محلول آمن، بيستخدم في كل أنواع الجروح العميقة والسطحية المتقيحة والنظيفة، موجود في كل الصيدليات، ممتاز جدا في تنظيف وتطهير الجروح. معانا كمان الايودين، البوفيدون ايودين، اللي هو الايودين اللي احنا نعرفه اللي يجي لونه كذا احمر، يجي لونه على برتقالي. هذا الايودين ممتاز جدا كمان في قتل البكتيريا، بس بيستخدم في الجروح السطحية فقط، ما بيستخدموش في الجروح العميقة. في بعض الناس بيستخدموا في الجروح العميقة ولكن بيعمل مشاكل، فهذا بيكون تكليف عليكم لنهاية المحاضرة هذه إن شاء الله، بتبحثوا لماذا الأيودين لا يستخدم في تطهير الجروح العميقة. أيضا في عندنا محلول ثالث اللي هو الهيدروجين بيروكسايد، عبارة عن مطهر بستخدمه في تطهير الجروح، بستخدمه للجروح المتقيحة اللي بتطلع قيح، لأنه ممتاز جدا بيخرج كل الأوساخ والقيح الموجود في الجرح، بيعمل تهتك في الأنسجة، علشان كذا احنا بنخففه بالنورمال سلاين. اذا المحلية المستخدمة النورمال سلاين والبوفودين ايودين، كمان في الكلوروهكسيدين، هذا كمان من المطهرات الحلوة المستخدمة سطحيا، والهيدروجين بيروكسايد. طيب السبيرت الكحول، هل استخدمه في الجروح؟ السبيرت والكحول يمنع استخدامها في الجروح لانها بتعمل تهتك وبتعمل كمان الم في المنطقة. بستخدم السبيرت والكحول فقط لما اجي بأطهر الجلد قبل ما مثلا ما أضرب الإبرة أو قبل ما أسحب دم، يعني والجلد مغلق ما فيش فيه أي جروح. أيضا من الأدوات المستخدمة اللي هو الووش باسن والإمسس باسن أو الكدني دش، اللي هو عبارة عن أحواض بتستخدم لما أجي أغسل العضو اللي فيه الجرح، أو لما أجي أجارح ممكن أحطها تحت العضو اللي أنا بجارح فيه علشان تنزل فيها الأوساخ. ايضا اكيد اني لازم احتاج البلاستيك باج اللي هي سلة المهملات، الدريسنج الضمادة، والبلاستر اللصقة. هذا بالنسبة لأدوات المجارحة. بكذا نكون وصلنا الى نهاية محاضرتنا الاولى اللي تكلمنا فيها على الجلد، كم بيشكل من وزن الجسم، تكلمنا على تركيب الجلد، وتكلمنا على وظائف الجلد، ذكرنا ايضا أسباب الجروح، وذكرنا أدوات المجارحة. بيكون معاكم تكليف لمحاضرة اليوم بتحلوا على تطبيق جوجل كلاس روم، لماذا لا يستخدم الأيودين في تطهير الجروح العميقة. نلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة، في أمان الله.